يعني بالتأكيد ما في حد إلا بيحب بلده، وبالتأكيد يعني كل مواطن فينا بيحب مسقط رأسه. فأنا بحب أريحة أولا لأنها مسقط رأسي، ثانيا لأنه أريحة بتمتاز في السلم والسلام والهدوء. أهل أريحة وسكانها ناس بسطاء، أصعب قضية عندهم تنتهي بخمس دقائق، أصعب مشكلة بتنتهي بخمس دقائق. بحب أريحة لأنه أريحة فيها تنوع، بحب أريحة لأنه أريحة بتشكل فلسطين الصغيرة، بتجمع كل فلسطين من الشمال للجنوب، من غزة، من الخليل، من نابلس، من رام الله، من جنين، عايشين في أريحة. بحب أريحة البساطة، هذه المدينة البسيطة. بحب أريحة لأنه هي بتعبر عن تاريخنا الفلسطيني. في أريحة تحديدا آثار شاهدة على تاريخنا الإسلامي والعربي والفلسطيني. في أريحة هناك كل الآثار اللي بتثبت أحقية الشعب الفلسطيني، شعب فلسطين بفلسطين. وبالتالي مشان هيك بحب أريحة، مشان هاي الميزات الموجودة في أريحة. بحب أريحة للبحر الميت الموجود فيها، بحبها لطقسها، لماءها، لجمالها، بحبها للخضرة الموجودة فيها، لأشجارها، لأشجار البرتقال والموز والنخيل. أريحة أجمل بقعة في العالم، مشان هيك بحب أريحة. شو بدي أحكي لك عن مدينة أريحة؟ بدي أحكي لك عن مدينة أريحة التاريخ، ولا بدي أحكي لك عنها الحضارة، ولا بدي أحكي لك عنها أنه هي بداية البشرية؟ في أريحة هنا وجد الإنسان الأول. في أريحة هي المكان الأول للاستقرار البشري، أول مستعمرة سكانية وجدت على الأرض هي أريحة. أريحة بتحكي عن الطبيعة الجميلة الخلابة، بتحكي عن الناس البسطاء، بتحكي عن الريف الفلسطيني اللي ما بيجمع بين التمدن والزراعة، بتحكي عن السياحة، بتحكي عن استثمارات كثيرة. في أريحة بتحكي عن 120 موقع أثري وسياحي مميز. في أريحة بتحكي عن التسامح ما بين الإسلاميين والمسيحيين اللي بيعيشوا كأسرة واحدة في هذه المدينة. في أريحة بتحكي عن علاقة مميزة بتربط الناس مع بعض، علاقة اجتماعية كبيرة جدا، تكاد تكون هذه البلد كلهم بيعرفوا بعض، الصغير والكبير. في أريحة بتحكي عن ترابط ما فيش له مثيل في مدن فلسطين ولا في العالم كله. بقول لك في أريحة والميزات والخصائص اللي موجودة فيها يعني تكاد تمتاز فيها عن كثير من المدن الفلسطينية. أريحة بنحكي عن المغطس، أريحة بنحكي عن شجرة الجميز، بنحكي عن زكى العشار، أريحة بنحكي عن جبل التجربة أو جبل كرنطل، أريحة بنحكي عن قصر هشام، بنحكي عن تاريخ، بنحكي عن تاريخ أمة، بنحكي عن تاريخ شعوب. فأريحة فيها من الخصائص والميزات اللي يعني بتعجز إنك توصفها في الكتب. 10500 عام عمر هذه المدينة، 7 أمم عاشوا في هذه المدينة، 7 مرات دمرت هذه المدينة. بتحكي عن أريحة القديمة اللي موجودة ما زالت حتى يعني يومنا الحاضر آثار شاهدة على كل الأقوام والشعوب اللي سكنوا هاي المدينة. أريحة بتحكي عن البحر الميت، بتحكي عن بيسان، أريحة بتحكي عن بوابة فلسطين الشرقية. نعم، أريحة هي بوابة فلسطين الشرقية، كل من بده يدخل فلسطين أو يخرج من فلسطين يجب عليه أن يمر من أريحة. أريحة بتحكي عن أصغر مدينة بعدد السكان ولكنها أكبر مدينة من حيث المساحة. أريحة ترتبط بشريط حدودي كبير وعريض مع الأردن، وبالتالي عم نحكي عن مدينة أيضا فريدة في جوها، في مناخها. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنب، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغيروا وسعدني وسعدني. يعني بالتأكيد رمضان زمان ورمضان اليوم في اختلاف كبير، وخاصة في هاي الظروف تحديدا في كورونا. رمضان شهر الرحمة، شهر التوبة، شهر الخيرات، شهر الصيام، شهر التراحم. هاي الصفات ما زالت موجودة، هي موجودة قديما وموجودة اليوم. لكن رمضان ما قبل كورونا ورمضان ما بعد كورونا، رمضان ما قبل كورونا كان يحني البلد كلها طبعا ضاوية، الناس كلها تتمشى بالشوارع، سهرات شدة،
طقوس خاصة تراحم تواصل بين كل الناس. ولكن جاء رمضان في هذا العام في ظل كورونا، نعم حافظ على يعني الخصائص الدينية لهذا الشهر، ولكن كان له أبعاد اجتماعية كثيرة. على سبيل المثال السهرات انعدمت، التزاور ما بين الناس، التواصل ما بين الناس، الشدة كانت أحد مظاهر رمضان. اليوم بكورونا يعني خلينا نقول ممنوعة بحكم الإجراءات اللي أصدرت عن الحكومة لكيفية التعامل مع فيروس كورونا. اليوم الناس طبعا بتفكر بشكل كبير في رمضان، عم يعني بتوافق ما بين انه هي تقوم بفرائضها الدينية وبنفس الوقت تلتزم في التعليمات الصادرة عن الحكومة وعن لجان الطوارئ المركزية في كيفية التعامل مع تداعيات فيروس كورونا. رمضان اليوم الإضاءة موجودة، ولكن نفسية الناس مش مرتاحة. رمضان في السابق كان بسيط بالنسبة للناس، احتياجاته بسيطة لأنه كانت احتياجات الناس أقل، كانت الناس ترضى بكل شيء. بس اليوم الناس احتياجاتها أكثر في رمضان، وبالتالي يعني رمضان هذا الشهر اللي كل الناس بتحاول تستغله في العبادة وفي الصوم وفي الصلاة تقربا إلى الله، اللي بنتمنى كمان إحنا يعني كمان في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك إنه فعلا يعني ربنا يوقف معنا ويزيل عنا هذا الوباء وهذا الحرب اللي يعني تدار ضدنا، وهي حرب خفية ومجهولة من فيروس كورونا. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك، هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما؟ هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك موطني، موطني، موطني. شوف، لا يوجد مدينة في كل الوطن من حيث الترابط الاجتماعي أقوى من مدينة أريحة، وهذا بيعود لأسباب كثيرة. يعني أريحة هي بتتشكل من عدة عائلات، وبالتالي هذه العائلات اللي بتتشكل منها هم عائلات يعني في النهاية تاريخيا يعودوا إلى أب وأم واحدة، وهذا يعني أحد أسباب الترابط الاجتماعي. إضافة إلى ذلك كل السكان اللي عايشين من في أريحة يعني إلهم هون مئات السنين وخمسين سنة ومئة سنة عايشين في هذه البلد، وبالتالي أصبحوا جزء أصيل من هذه المدينة. اثنين، سهل جدا في أريحة وخاصة في المناسبات سواء الوطنية أو الدينية أو الاجتماعية إنك تفقد أحد الأشخاص إنه ما كان في هاي المناسبة. على سبيل المثال إذا صار مثلا فرح عند أحد الأشخاص، الناس فورا يعني بتتذكر بتقول فلان ما جاش، أو إذا صار عزا بتقول فلان ما أجاش. هذا ندل على شيء، بدل على أنه أهل هاي البلد محافظين بشكل كبير أنهم كلهم يشاركوا بعض في كل المناسبات. يعني إذا صار عزا كل البلد لازم تكون موجودة في العزا، إذا غاب واحد يعتبر هذا يعني بحقه مش منيح. إذا صار فرح أيضا كل البلد بتكون موجودة في الأعياد، في الأعياد كل الناس عم تتزاور. إحنا على مستوى المسيحيين والمسلمين في أعياد المسيحيين كل البلد، كل المسؤولين، كل الجهات المسؤولة حتى العامة والمواطنين بتوجهوا للأديرة والكنائس وبروح بهنوا المسيحيين في أعيادهم. وبالعكس في أعيادنا أيضا للمسلمين كل الطوائف المسيحية اللي موجودة في أريحة بتيجي بعيدنا. أنا بتحداك انزل هسه على أريحة، انزل على البلد إذا بتقدر تفرق إنه هذا مسيحي أو مسلم.
من الصعب جدا عليك انك تقدر تفرق في اريحة انه هذا مسلم او مسيحي، وهذا بسبب قوة العلاقة الاجتماعية والترابط الاجتماعي اللي موجود في بيننا. احنا في هنا في بيننا يعني علاقات، هلأ وانزل على الدوار لاقي اي واحد اسألوا عن اي شخص بأريحة بيقول لك اسمه واسم ابوه واسم امه واسم اخته ووين ساكن ومن مين متزوج. هذا بسبب الترابط الاجتماعي الكبير اللي موجود في أريحة. Thank you.